تتخيلوا الأشياء كيف سترسمه. بخيالنا وعلومنا سنعاصر الإبداع بالحس الرفيع لنلزم ونطير فوق سحابة المتميزين. ما حلقت جنحاننا المتناغمة كي نعكس التفسير من حسن إلى أحلى نهايات لتبقى دائما. ها قد تجمع حولنا كون جميل. يا سالم يا جمعة وعيال الحارة كلهم، يا مريم يا عاشة بنات الحارة كلهم، تعالوا نتلاقى حول العصر بنلعب، تعالوا في السكة بنلعب وما نتعب، حدي العاب العنبر حدي العاب التوفة، شدوا هالحبل يلا النتيجة معروفة. لعبة الشخطة هذه والمغمض بحساسة، غالب ومن يغلبك نعكسها بالعكاسة، نعكسها بالعكاسة. مساكم الله أصدقائي الأطفال في برنامجكم، برنامج تسلية والمتعة والإفادة عكاسة، وكالعادة محضرين لكم العديد من المفاجآت الشيقة والجوائز القيمة والمعلومات المفيدة، فقط كونوا معنا وتابعونا لنهاية الحلقة. وشعاري دائما تسمو العكاساتكم تبتسم ذكرياتكم. بالثقة والحب نحاول دائما إسعاد الجميع، وبكل المحبة والمودة نرحب بجميع متابعينا الأحبة، فيا هلا وحياكم في برنامجكم الممتع والمسلي والمفيد، برنامج عكاسة. وفي عكاسة نجيب لكم كل جديد، والجوائز لها موعد معنا بالتأكيد. متابعينا حبيت أذكركم بطريقة المشاركة في مسابقات البرنامج، واللي هي عن طريق الرسائل النصية SMS. كل طفل حاب يشارك في المسابقات اليومية داخل الأستوديو مع يرسل رسالة نصية بكلمة عكاسة على الأرقام الظاهرة على الشاشة. لمشتركي عمان تل 90149، لمشتركي نورس 90610، لمشتركي فرندي 90149. نحن راح نتصل فيكم أصدقائي بإذن الله وتشاركونا داخل الأستوديو. حظ موفق للجميع، تسمو العكاساتكم تبتسم ذكرياتكم. أصدقائي الأحبة، كنز العكاسة تنتظرنا يوم السبت، وتنتظر 3 فائزين محظوظين، والكل فائز مبلغ 500 ريال عماني. إذا حبيتوا أنكم تشاركوا في هالمسابقة ما عليكم غير أنكم ترسلوا رسالة نصية بكلمة عكاسة على الأرقام اللي تظهر، عفواً بكلمة كنز على الأرقام اللي تظهر معنا الآن على الشاشة. لمشتركي عمان تل الرقم 90149، لمشتركي نورس الرقم 90610، لمشتركي فريندي الرقم 90149. وحظ موفق لجميع أصدقائنا الأحبة، وفي عكاسة نجيب لكم كل جديد، والجوائز لها موعد معنا بالتأكيد. إذا نتمنى الحظ يكون حليفكم متابعينا، وتذكروا كل ما رسلتوا رسائل نصية SMS أكثر تضاعفت فرصتكم في المشاركة معنا أكثر وأكثر. حبيت أذكركم بصفحة البرنامج على الفيسبوك www.facebook.com/عكاسة، بإمكانكم ترسلوا اقتراحاتكم تعليقاتكم، شوفوا أرقام هواتف البرنامج في الصفحة بالإضافة إلى طريقة المشاركة في مسابقات البرنامج، وأيضا ما ننسى مسابقة عدستي، بإمكانكم المشاركة أصدقائي. ونعتذر بالأمس لضيق وقت البرنامج، ما استطعنا نعرض صور الأصدقاء اللي صوروها بعدساتهم عن القرنقة شو. طبعا الفائزة أمس معنا جنان سالم الربعانية، نبارك لها وألف مبروك. خلونا نشوف صورتها على الشاشة. طبعا هذه هي صورة الفائزة معنا. ألف ألف مبروك يا جنان، 50 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. الحين نشوف الصور الرائعة اللي التقطوها أصدقائنا على الشاشة. هذه باقي الصور الجميلة في اليوم الرائع، طبعا تدل على فرحة الأطفال في يوم القرنقشو.
نشكر جميع الأصدقاء على تواصلهم وتفاعلهم والصور الرائعة. أصدقائي خلونا نشوف الأرقام اللي يفترض ترسلوا عليها رسائل نصية SMS على الشاشة، وبعدها لنا عودة. فاصل ونواصل، خلوكم معانا لا تروح بعيد. زكاتي طهارة ونماء. رجعنا لكم مجددا متابعينا الاوفياء، والان حان وقت اللعب. راح نبدا نلعب مع بعض مسابقه عكاسه، جائزتها عباره عن 120 ريال عماني، وانتم شطارتكم اصدقائي، اما تحصلوا على المبلغ باكمله او تحصلوا على جزء من المبلغ، بس تاكدوا ما حد راح يطلع من عندنا خسران. الان اصدقائي خلونا نشوف الجهات المقدمه لجوائز هاللعبه على الشاشه. وزارة التربية والتعليم، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، شرطة عمان السلطانية، هابي لاند، وتلفزيون سلطنة عمان. طبعا أصدقائي حبيت أذكركم تخفضوا من صوت التلفاز وتسمعوني عن طريق سماعة الهاتف عشان نتواصل معاكم بوضوح. نستقبل أول مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك فطوم؟
الحمد لله بخير، اخبارك انت؟ الحمد لله تمام. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك يا رب. ايش تسوي في رمضان؟ ارسم. وبعد ما شاء الله بعد صديقتنا امس تحب الرسم في احد المشاركات معنا، ايش بعد تحبي تسوي؟ اقرا كتب. حلو، اي نوع من الكتب؟ روايات اكثر شيء. روايات؟ عن ايش الروايات؟ مغامرات؟ وايد اشياء. حلو، تحب الطبخ؟ ايوه وايد. ايش الطبخي؟ فرحتيني لما قلتي. اللي يخطر ببالك. اللي يخطر في بالي، يا سلام، انا احب محشي ورق العنب، تسوي لي؟ ايوه بسوي لك. ترسلي لنا اياه يعني هنا ناكله على الفطره؟ ان شاء الله. يا سلام انا محظوظه. اهم شيء جاهزه للعب؟ ايوه جاهزه. مستعده؟ مستعده. ونقول لك جاهزه ومستعده؟ جاهزه. ومستعده وجاهزه؟ مستعده. يلا نشوف الشبكه الالكترونيه العكاسه واختاري احد المجالات. ها اي مجال تختاري؟ بعد ما ظهر البلدياتنا. بلدياتنا، طبعا جائزتك راح تكون مقدمه من وزاره البلديات الاقليميه وموارد المياه. اتمنى تحصلي ال 120 وتفرحي وزاره البلديات الاقليميه وموارد المياه. تمام؟ تمام يا فطوم؟ ان شاء الله باذن الله. حد جنبك؟ ايوه يشجعك ويساندك كذا، اول ما تجاوبي اجابه صحيحه على طول اسمع الحماس والتشجيع. ان شاء الله باذن الله. نرجع للشبكه الالكترونيه العكاسه. اي مبلغ تختاري؟ 15. عندك سؤال صح او خطا، لا تختاري صح يا خطا ولا تستعجلي. تمام؟ تمام. نشوف سؤالك على الشاشه. يتشكل اللؤلؤ نتيجة عسر هضم يصاب به المحار. يتشكل اللؤلؤ نتيجة عسر هضم يصاب به المحار، صح او خطا؟ صح. خطا او صح؟ صح. الحين المحار يصاب بعسر هضم؟ يمكن. يمكن، يعني مصرة على الصح؟ ايوه. وانت صح؟ والإجابة طبعا صحيحة. الله عليكم، الله أكثر أكثر تشجيع. بعد حماس أكثر. حلو حلو. أخبرك معلومة، طبعا هو يختبئ داخل الصدفة ليحمي نفسه من الأسماك، وأي شيء غريب يدخل عليه فإنه يغلفه بطبقات عديدة من عرق اللؤلؤ، وهكذا يتشكل اللؤلؤ. تمام؟ طبعا هو يغلفه بطبقات عديدة، أي شيء يدخل غريب هو يقوم بتغليفه بطبقات عديدة. عرفت المعلومة؟ أيوة. عجبتك؟ أيوة. أنا بعد عجبتني أول مرة أعرفها، بعد صقر أول مرة كنت أعرفها. أكيد أمجاد، معلومة جميلة جدا. أيوة، حلو. نكمل على هالمشوار؟ نكمل. حلو، ننتقل للشبكة الإلكترونية العكاسة. أي مبلغ تختاري؟ اللي بعده. 25 بالترتيب. حلو، عندك سؤال من اختيارين، ما عليك غير انك تختار الاختيار الصحيح. نشوف سؤالك على الشاشة. قصيدة الفارس القادم للشاعر ذياب بن صخر العامري محمد سعيد الصقلاوي. ذياب بن صخر العامري محمد سعيد الصقلاوي. ذياب بن صخر. متأكدة؟ ايوه. 200 200 200 200 ونقول اجابتك صحيحة. ألف مبروك. بعد أكثر أكثر. يلا تشجيع أكثر. حلو، ألف مبروك. طبعا قصيدة الفارس القادم للشاعر العماني ذياب بن صخر العامري هي مكتوبة في مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وتدرس أيضا في المنهج الدراسي. درسناها، درستيها أنت؟ أيوة. حلو، إذا أكيد المعلومة صحيحة والإجابة صحيحة، وألف مبروك. 25 تضاف إلى رصيدك، أريدك تكملي على هالمشوار بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نرجع للشبكة الإلكترونية العكاسة. أي مبلغ تختاري؟ 35. 35. عندك سؤال عام، أريدك تركزي ولا تتسرعي. نشوف سؤالك على الشاشة.
ما هو أكبر كواكب المجموعة الشمسية؟ ما هو أكبر كواكب المجموعة الشمسية؟ ها؟ إيش هو؟ الشمس؟ ها؟ إيش الإجابة؟ مدى السيارة؟ المريخ أو المشتري؟ المريخ. المشتري أو المريخ؟ المشتري. المريخ أو المشتري؟ ساعديني. نثبت لك الإجابة، المشتري. والإجابة صحيحة. الله عليكم. أكثر بعد أكثر. ما شاء الله عليكم. نشكر عائلتك اللي تساندك حاليا ونوجه لهم تحية خاصة من خلال برنامج عكاسة. يا فطومة، ما بعد وجه لكم تحية. نشكرك. قبل لا نكمل قولي أحب برنامج عكاسة. أحب برنامج عكاسة. مرة ثانية. أحب برنامج عكاسة. ممكن تقولوها جماعي مع بعض أنت واللي جنبك؟ حلو حلو. يلا نكمل على هالمشوار نشوف الشبكة الإلكترونية العكاسة. 45. إيش طلع لك؟ عرفتي إيش طلع لك؟ لعبة. أي لعبة تحبي؟ كل الألعاب. كل الألعاب. حلو. لكن قبل اللعبة تكاسريني أو لا؟ أكاسرك. كم؟ 10. بس؟ بس. ما تعطيني 20؟ لا لا 10 بس. زين 15. لا 10. 15. 5. 5. بعد نزلتيني أكثر؟ لا خلينا على 10 أحسن. يلا نشوف اللعبة على الشاشة. وهذه عكاستنا تختار اللعبة. الصورة المبعثرة. حلو انك كاسرتي عشان هاللعبة تحتاج تركيز تام. اريدك تعطيني اكثر من اختيار عشان نشوف اذا كان عندك اختيار خطأ ممكن ان نستبدل الاختيار الخطأ بالاختيار الصحيح. تمام؟ تمام. هاللعبة تحتاج الى سرعة، اريدك تحصلي على المبلغ يا فاطمة. يلا نشوف اللعبة باذن الله، كوني سريعة. تمام. نشوف اللعبة. هذه اللعبة معاك، يلا نبدأ. واحد و بعدها ما ظهرت معي. يلا واحد و واحد وخمسة. لا واحد وأربعة. كيف واحد وأربعة؟ عندنا حروف مع أرقام، ركزي يا واحد فاطمة. واحد وألف. واحد وألف. خطأ خطأ يا فاطمة. خلينا نساعدك، أنا أقول لك واحد وواو يلا عشان البداية تكون حلوة. يلا كملي. اثنين و اثنين و ب. لا ق. ايوه اثنين وهاء. يلا بسرعة بسرعة. ثلاثة و ثلاثة ودال. ثلاثة ودال. ايوه حلو. أربعة. أربعة وجيم. وجيم جميل جدا. خمسة و خمسة وباء. وباء حلو. ستة وألف. وستة وألف. ما شاء الله عليك. الله الله حلو. شوفي كيف عكاستنا فرحانة وتتنطط. فرحتي العكاسة وفرحتينا يا فاطمة. بعد أكثر حماس أكثر. الله عليكم. الله ألف مبروك عليك. أخذ عشرتي. الله يباركك. ها أخذ عشرتي. أيوة. لا أنا أعطيك العشرة بما أن رمضان كريم ونحن بعد كريمين وأنت تستاهلي يا فطوم واللي يشجعوك بعد يستاهلوا. ألف ألف مبروك عليك. 120 مقدمة من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. ألف مبروك. الله عليكم. نشكرك. مع السلامة. خلونا الحين أصدقائنا نستقبل اتصال ثاني ومعنا صديقتنا عذراء. مساء الخير يا عذراء. مساء الخير يا عذراء. عذراء ما زالت عذراء معنا؟ نعم معكم. أهلين عذراء، كيف الحال؟ بخير الحمد لله. وينك يا عذراء؟ موجودة. تمام يا عذراء، جاهزة ومستعدة؟
جاهزة. ومستعدة وجاهزة؟ مستعدة. إذا ننتقل لشبكة العكاسة ونختار أول مجال. معلومات. يلا معنا معلومات يا صديقتنا عذراء. بإذن الله جائزتك راح تكون مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. كيف معلوماتك العامة؟ الحمد لله تمام. جميل جدا. إذا نعود ونختار أول مبلغ معنا. 15 ريال. ومعك سؤال من خيارين يا صديقتنا عذراء. ركزي في السؤال. وسؤالك يقول: الرمل المكون رئيسي 1 للحديد 2 للزجاج. الرمل المكون رئيسي للحديد أم للزجاج؟ زجاج. زجاج. متأكدة؟ نعم. أكيد؟ أكيد. إجابة صحيحة. ألف مبروك. حماس. صريخ. حلو 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 يا عذراء. عذراء أريدك تحصل على 120. تمام؟ تمام. جميل جدا. إذا ننتقل مرة أخرى ومبلغ آخر. يلا يا عذراء. 25. ومعنا لعبة يا صديقتنا عذراء. عذراء إيش اللعبة اللي تحبي إنك تلعبيها؟ الحسابية. اللعبة الحسابية. حلو. خلونا نشوف مع العكاسة واللعبة اللي بتختار لك إياها. ومعك اللعبة الحسابية يا صديقتنا عذراء. عذراء ركزي في السؤال ونشوف سؤالك على الشاشة. إن شاء الله. يلا سؤالك يقول يا صديقتنا عذراء: 100 تقسيم 10 زائد 20 ناقص 30. نمشي خطوة خطوة. 100 تقسيم 10 10. حلو. زائد 20 30. حلو. ناقص 30 0. وما شاء الله عليك جبنا الجواب وصفر. وعكاستنا فرحانة يا عذراء. أكثر عذراء أكثر. عذراء تعرفي كم عندك الحين؟ 40 ريال. نكمل على هالمشوار. نجاوب صح ونمشي صح وبإذن الله نحصل على المبلغ وبشكل صح. تمام؟ تمام. جاهزة ومستعدة؟ مستعدة. ومستعدة وجاهزة؟ أكيد. يلا ننتقل ونختار مبلغ آخر. يلا يا عذراء. 35 ريال. سؤالك يا صديقتنا عذراء صح أم خطأ؟ نشوف السؤال على الشاشة. وسؤالك يقول: للأفعى عمود فقري صح أم خطأ؟ للأفعى عمود فقري صح أم خطأ؟ خطأ. متأكدة؟ ركزي. صح صح. يا صح يا خطأ. صح صح. صح. ركزي مرة ثانية. ركزي مرة ثانية. ساعدني فقر. وش رأيك ترجع لجوابك الأول؟ ها ساعدتك. أول جواب إيش كان؟ خطأ. خطأ. نثبت الجواب ونشوف. وإجابة صح. إجابة صحيحة. إجابتك صحيحة. وين الحماس؟ انتظر الحماس أكثر. جميل جدا عذراء. وصلنا لآخر مبلغ. نشوف آخر مبلغ على الشاشة. وما زلنا مع الحماس وعذراء مع آخر مبلغ. 45. جميل جدا. ومعنا سؤال عام يا صديقتنا عذراء. عذراء سؤالنا العام نوعا ما في صعوبة. أتكاسري ولا لا؟ وإذا تكسر على كم؟ على كم؟ 15. شوية. 25. 20. 20. يا أخي ما في غلط إنك تكسبي 95. كسر على 25. يلا إن شاء الله. خلاص تمام. نتوكل على الله ونشوف السؤال يا صديقتنا عذراء. سؤالك يقول: ما هي ألوان الطيف؟ ما هي ألوان الطيف؟ ما هي ألوان الطيف؟ سبعة ألوان. سبعة. ها سبعة ألوان. عطيني الألوان وأنا أقول لك أيوة من هنا ولا لا. يلا. أصفر. أصفر واحد. أحمر. أحمر. حلو. أحمر. قلنا أحمر. خلاص. أخضر. أخضر. إيه قلتي أحمر. وإيش بعد؟ أبجد اليوم أي لون لابسة؟ تقول أخضر. أزرق. اللون وأزرق شيء بعد. وأي لون لابسة أمجاد؟ هذا اللون. أخضر. 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 أيوة. وإيش بعد؟ بعد يلا في يلا لون ثاني في ملابسي. وهذا لون عكاستنا بعد. بنفسجي.
هذا لون عكاسة. حلو، بنفسجي. خمسة. برتقالي. أيوة. وبرتقالي. وآخر لون على اسم نهر النيل. ساعدني. على اسم نهر النيل. على اسم نهر النيل. بحري. على اسم نهر النيل. نيلي. صح صح صح. ما شاء الله. جميل جدا. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. مبروك. مبروك 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 لصديقتنا عذراء. وعذراء ما راح ناخذ ال 20 ريال. ألف مبروك. 120 ريال كلها، وكل المبلغ راح تحصل عليه يا صديقتنا عذراء. حماس مرة ثانية يا عذراء. حماس مرة ثانية. راحت عذراء. جميل. حلو يا عذراء. نبارك لك يا عذراء. لكن ايش بتسوي بالمبلغ؟ ها عذراء، ايش بتسوي بالمبلغ؟ اتقاسم على اخواني. جميل جدا. بس انا اقول لك لا تقاسمي حد، هذا جهدك انت صح. لا، جميل جدا جميل جدا انك بتقاسمي باخوانك، وافضل انك تدخلي يا صديقتنا عذراء. شكرا لك على مشاركتك معنا، والى اللقاء. استقبل مكالمة. سلام الله عليك يا سالم. سالم. نعم. كيفك؟ نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة والإكرام. كيفك يا سالم؟ بخير الحمد لله. دوم إن شاء الله. ليش كذا بطيء وأحسك يعني ما نشيط؟ نشيط نشيط نشيط؟ بيوضح في اللعب وفي الأسئلة. نعم؟ بيوضح في اللعب والأسئلة نشاطك إن شاء الله. إن شاء الله. كيف جاهز؟ أيوة. مستعد؟ عد جاهز. متحمس؟ أيوة. حلو، ننتقل للشبكة الإلكترونية العكاسة. يلا. أي مجال تختار؟ مجال التعليم. تعليم؟ أيوة. طبعاً جائزتك راح تكون مقدمة من وزارة التربية والتعليم. جاهز يا سالم؟ مستعد جاهز. أيوة. ومستعد جاهز. حلو، إن شاء الله تحصل على 120. نشوف الشبكة الإلكترونية وشوف أحد المبالغ. أي مبلغ تختار؟ 25. نبدأ بالأول. تبدأ بال 25. عندك سؤال. سؤالك من الآخرين، ما عليك غير أنك تختار الاختيار الصحيح. تمام؟ تمام. لا تتسرع، نشوف سؤالك على الشاشة. مضيق يفصل إسبانيا عن المغرب. مضيق يفصل إسبانيا عن المغرب. هرمز جبل طارق. مضيق جبل طارق. متأكد؟ أيوة. 200 200 200 200 والإجابة صحيحة. ألف ألف مبروك. طبعاً مضيق هرمز تطل محافظة مسندم على هذا المضيق، وهو البوابة الشرقية لحركة التجارة والملاحة. جميل جداً. وين الحماس والتشجيع؟ ها سالم، حد جنبك؟ لا ما متحزن شيء، هذا الشباب شجعونا. يلا انت شجع نفسك. انت يلا اصرخ. يلا بين لي فرحتك. ايه. بعد اكثر. ايه. حلو يا سالم. حلو، نرجع للشبكة الإلكترونية العكاسة. اي مبلغ تختار؟ 15. 15. ايش طلع لك؟ بعد ما لعبة. لعبة. اي لعبة تحب يا سالم؟ حسابية احسن. حسابية، يعني شاطر في الرياضيات ما شاء الله. عبقري رياضيات. ها؟ حلو، يلا نشوف العكاسة. اي لعبة راح تعكس لك يا ترى على الشاشة؟ هذه عكاستنا تعكس الالعاب. اختارت لك لعبة الفروق. بعد لعبة الفروق لعبة حلوة وسهلة للغاية، ما عليك غير انك تركز وتطلع الفروق. تمام؟ تمام. يلا نشوف الصورتين على الشاشة. يلا. لكن قبل لا نشوف الصورتين اريدك تركز تركيز تام، ما اريدك تخسر المبلغ. شوف. ان شاء الله نحصل على 120. تمام؟ ان شاء الله. انا ما سألتك ايش تسوي في رمضان؟ قبل لا نكمل اللعب ناخذ وقت مستقطع، ايش تسوي في رمضان؟ ها؟ صباح يعني قرأت قرآن، عارف اللي
جميل جدا. طبعا اللعبة الحين جاهزة معانا، خلينا نشوفها على الشاشة. ها ايش رايك؟ زين خلنا نشوف. وش تشوف؟ اللعبة. هدية. تشوف اللعبة ها؟ وزارة التربية والتعليم تقدم لك هدية بمبلغ 15 ريال عماني. يا سالم ألف مبروك. يلا سمعنا تشجيع. هذه الفرحة؟ بعد فرحة أكبر. وأنا أشجعك وأتمنى لك التوفيق يا سالم، بإذن الله تحصل ل 120، أهم شيء التركيز مع السرعة. يلا نرجع للشبكة الإلكترونية واختار أحد المبالغ. أي مبلغ تختار؟ اختار 35. 35. عندك سؤال صح وخطأ، يا تختار صح يا تختار خطأ. خلينا نشوف سؤالك على الشاشة. هناك عدة لغات تستخدم الحروف العربية. هناك عدة لغات تستخدم الحروف العربية، صح وخطأ؟ ها صح وخطأ؟ صح. خطأ أو صح؟ صح. صح وخطأ؟ صح. والإجابة صح يا سالم، ما شاء الله عليك واثق من نفسك. طيب تعرف إيش هي اللغات؟ لازم واحد تعرفها؟ لا أنا ما أعرف، بس عن الشعب هنا يشجعنا يعني. مثل الفارسية، معلومة يعني مفيدة. أيوة مثل الفارسية، وأيضا عندنا التركية القديمة والبريطانية. حلو؟ استفدت من المعلومة؟ حلو. ممكن تعيد لي المعلومة؟ هناك عدة لغات. نعم. الحروف اللغة العربية مثل الفارسية والبريطانية والتركية القديمة. والتركية حلو. القديمة. حلو يا سالم، للحين ماشيين صح. نريدك تحصل على 120، نكرر ونذكر. وزارة التربية بعد تريدك تحصل على 120. يلا بقالك آخر مبلغ. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بقالك آخر مبلغ، نشوف الشبكة الإلكترونية العكاسة وما خلف المبلغ. 45 آخر مبلغ. نعم 45. عندك سؤال، بس قبل السؤال تكاسرني أو لا؟ ها؟ تكاسرني؟ لا ما متكاسر. ما تكاسر؟ متشجع. متشجع. متأكد إنك ما تريد تكاسر؟ يلا يا سالم اتخذ قرار. السؤال الأول بعدين عاد. ما يصير تشوف السؤال. متشجع أنا، إن شاء الله أحله. إن شاء الله، تعجبني ثقتك، تعجبني ثقتك كثير يا سالم، ما شاء الله عليك. نشوف سؤالك على الشاشة. ما هي أشهر ساعة في العالم؟ ما هي أشهر ساعة في العالم؟ إيش هي؟ بيج بن. والإجابة؟ ساعة بيج بن. الإجابة صحيحة، ما شاء الله عليك. فعلا قلت أنا متشجع وبجاوب السؤال وجاوبت، ما شاء الله عليك الإجابة صحيحة. تعرف يا سالم، في أحد المفكرين قال أن أفكارنا تحضرنا حيث ما نكون وتأخذنا إلى حيث سنكون. يعني أنت فكرت أنك راح تحصل المبلغ وراح تجاوب، وفعلا إجابتك صحيحة. ألف مبروك، كم حصلت؟ 120 ريال. 120. مقدمة من وين؟ وزارة التربية والتعليم. ألف ألف مبروك. إيش بتسوي بالمبلغ؟ نشوف مو شيء بعد. نشتري بها تلفون ولا شيء. تلفون؟ يعني ما ندخر المبلغ؟ بعد الادخار حلو. شو ادخره؟ حلو. نتمنى لك التوفيق ونشكرك على الحماس الحلو وعلى ثقتك بنفسك. نتمنى جميع الأصدقاء يكونوا أيضا واثقين من نفسهم. مع السلامة. أصدقائنا الأحبة، خلونا ناخذ اتصال آخر ومعانا صديقنا عمر. مساء الخير يا عمر. عمر السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام، حياك الله يا عمر. عمر كيف الحال؟ بخير الحمد لله. منور البرنامج عمر اليوم. نعم منور البرنامج اليوم جميعا. عمر جاهز ومستعد؟ مستعد. ومستعد وجاهز؟ جاهز. إذا خلينا ننطلق يا عمر إلى شبكة العكاسة ونختار آخر مجال معنا.
يلا يا عمر، ما بقى معنا غير شرطة، وجائزتك بإذن الله راح تكون مقدمة من شرطة عمان السلطانية. عمر، شرطة عمان السلطانية تقول لك كلنا شرطة، تريد تكون شرطي؟ لا لا. أفا كيف؟ مذيع. مذيع؟ جميل جدا يا عمر، جميل جدا. عمر، لكن عشان تصير مذيع لازم أنك تتدرب دائما، وخاصة في الإذاعة المدرسية، لأن أنا وأمجاد ما وصلنا هنا إلا كان عن طريق الإذاعة المدرسية. فعلا. تمام عمر؟ تمام. جميل جدا يا عمر، وجميل أيضا مجالك. عمر، خلينا ننتقل الآن إلى شبكة العكاسة ونختار أول مبلغ. يلا يا عمر. 15 ريال. يا عمر، سؤالك سؤال مع خيارين، وسؤالك يقول: تقاس الزلازل بمقياس ريختر أم بالأمبير؟ بمقياس ريختر أم بالأمبير؟ ريختر. ريختر. نثبت ونشوف. وإجابتك يا صديقنا عمر إجابة صحيحة. سمعني حماس. وينك يا عمر؟ عمر. نعم. وين الحماس؟ إيه. حلو يا عمر. عمر، ننتقل مرة أخرى إلى شبكة العكاسة وثاني مبلغ معنا. يلا يا عمر، شد الحيل. خمسة وعشرين ريال. عمر، معك سؤال صح أم خطأ، ركز في السؤال. وسؤالك يقول: مذنب هالي يظهر كل 67 عام. مذنب هالي يظهر كل 67 عام، صح أم خطأ؟ يلا يا عمر، ركز في السؤال زين. مذنب هالي يظهر كل 67 عام، صح أم خطأ؟ ها يا عمر. يلا يا عمر، ركز ركز. تقول خطأ. مذنب هالي يظهر كل 67 عام. خطأ. يلا، ما شفناك صقر. أنا أقول لك كذا. ما حد شافك صقر. يلا يا عمر، يلا. صح. ركز صح. لا. نشوف إذا الجواب، نشوف الجواب. وإجابتك صحيح يا صديقنا عمر، نعم يظهر كل 67 عام. عمر، مرة ثانية تركز في السؤال زين يا عمر، تمام؟ صح. جميل جدا يا عمر. عمر، إن شاء الله. ننتقل الآن إلى شبكة العكاسة ومبلغ آخر يا عمر. يلا، مبلغ آخر. 35 ريال. ومعك لعبة يا صديقنا عمر. عمر، حاب تلعب معنا ولا حاب تحصل على هدية؟ ألعب معك. تلعب؟ يلا نلعب ونشوف العكاسة واللعبة اللي راح تختارها لك يا صديقنا عمر. وأي لعبة أنت تحب؟ إيش اللعبة اللي تحب تلعبها يا عمر؟ صور. لا لا، فروق. فروق، لكن ظهرت لك لعبة التطابق. عمر، هاللعبة تحتاج سرعة وتركيز، راح تظهر لك مجموعة من الصور، لازم تطابق الصور راح طبعا تشوفها لمدة 10 ثواني، وبعدها 40 ثانية لازم تطابق فيها الصور المتشابهة. عمر، جاهز ومستعد؟ مستعد. ومستعد وجاهز؟ جاهز. وإلى التطابق يا عمر، يلا. إلى التطابق. ركز زين. يلا يا عمر، يلا يا عمر، خليك سريع، خليك سريع. خلنا نشوف أول شيء. 1 و3. 1 و3. حلو، يلا كمل. عمر، 20 ثانية بس، تحرك بسرعة. 6 و5. 6 و5. لا، خليك أسرع، خليك أسرع. 4 و6. 4 و6. خطأ. عمر، الوقت. 6 و7. صح، كمل بسرعة. 6 و7. إجا طبعا العكاسة زعلت، العكاسة زعلت يا صديقنا عمر، جاوبت يعني بشكل متأخر، وطبعا حتى ما لحقنا على آخر 4 خيارات يا عمر، والعكاسة زعلت يا عمر، خسرنا مبلغ 35 ريال. عمر، ما عليه، عندنا مبلغ أخير وآخر مبلغ، و45 ريال، ركز في المبلغ زين.
الحين عندك فرصة أنك تحصل على 85 ريال. يلا يا عمر، تمام؟ آخر مبلغ ونشوف. ومعك سؤال عام يا عمر. عمر ركز في سؤالك، وسؤالك يقول: من أين يستخرج الزيت والعنبر؟ تكاثر على السؤال ولا لا؟ ها يا عمر، نكاثر ولا لا؟ عمر لا لا. تمام، من أين يستخرج الزيت والعنبر؟ يلا جاوب يا عمر. الحوت. متأكد؟ متأكد؟ متأكد. ايوه نثبت ونشوف. وبالتأكيد إجابتك صحيحة يا صديقنا عمر. نعم إجابة صحيحة، ألف مبروك. وين الحماس؟ وين التشجيع؟ حلو يا عمر، حلو يا عمر، ألف مبروك يا عمر، حصلت على مبلغ 85 ريال وشكرا على تواصلك معنا. أصدقائنا الأحبة، الحين خلونا نشوف الأصدقاء الفائزين معنا في مسابقات اليوم والجهات المقدمة لجوائزهم وأيضا المبالغ اللي فاز بها كل صديق وعلى الشاشة. نبارك صديقتنا عذراء بنت مبارك السيابية، حصلت على مبلغ 120 ريال عماني، جائزتها كانت مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. أيضا صديقنا سالم بن محمد العبري حصل على مبلغ 120 ريال عماني، وجائزته كانت مقدمة من وزارة التربية والتعليم. صديقتنا فاطمة بنت سليمان الفارسية جائزتها 120 ريال عماني ومقدمة من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. وصديقنا عمر بن سالم المحروقي جائزته 185 ريال عماني ومقدمة من شرطة عمان السلطانية. كنا نتمنى أنه يحصل على مبلغ 120 ريال عماني، لكن تأخر صديقنا عمر في الإجابة على مسابقة التطابق. أصدقائنا الأحبة، الحين خلونا نشوف أمجاد وإيش معها. إذا نبارك لجميع الفائزين، ألف ألف مبروك. وكل طفل حاب يشارك في المسابقات اليومية داخل الأستوديو ما عليه غير أنه يرسل رسالة نصية بكلمة عكاسة على الأرقام اللي راح تظهر على الشاشة لمشتركي عمان تل 90149، لمشتركي نورس 90610، لمشتركي فرندي 90149. ونحن راح نتصل فيكم أصدقائي وتشاركونا بإذن الله داخل الأستوديو. حظ موفق للجميع، وابتسموا لعكاساتكم تبتسم ذكرياتكم. وبعد أصدقائنا الأطفال، مسابقة كنز العكاسة تنتظر ثلاثة محظوظين يوم السبت القادم، ولكل محظوظ مبلغ 500 ريال عماني. إذا حبيتوا تشاركوا رسلوا رسالة نصية بكلمة كنز على الأرقام اللي تظهر معنا الآن على الشاشة. خلونا نشوف الأرقام على الشاشة. لمشتركي عمان تل الرقم 90149، لمشتركي نورس الرقم 90610، لمشتركي فريندي الرقم 90149. وحظ موفق لجميع الأصدقاء. أصدقائنا الأحبة، فاصل ونواصل، ابقوا معنا فلدينا الكثير لنقدمه لكم. يسألون عني يا غالي كيف يفاض الشوق فيني، كي تبنطق واتكلم
بس تخنقني ضلوعي يسألوا عني يا غالي كيف الفاض والشوق فيني جيت بمطر واتكلم بس تخنقني دموعي ودي احكي ودي اشكي ودي ابكي من حنيني قالوا اشتقتيني بض قلبي ونادتني ضلوعي للحزن فيني علامة بيانات فوق الجبيني والدموع والذكريات اعلنت لحظة فضوعي دمعتي صب الولود يسألوا عني يا غالي كيف الفاض والشوق فيني جيت بمطر واتكلم بس تخنقني أصدقائي. والآن وصلنا لمسابقة عدستي. للأطفال الراغبين في المشاركة في مسابقة عدستي عليهم إرسال صورة فوتوغرافية على صفحة البرنامج على الفيسبوك www.facebook.com/عكاسة شريطة أن تكون الصورة ملتقطة من عدسات الأطفال أنفسهم على أن يتم ذكر الاسم الثلاثي والعنوان ورقم الهاتف، وسيتم فرز اسم فائز واحد يوميا يفوز بمبلغ وقدره 50 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. الآن رح نجري فرز مسابقة عدستي للأمس واللي كانت عن العلم العماني. يا عكاسة يا عكاسة، من بتعكسي يا عكاسة؟ خلونا
نشوف الشاشة. يا ترى من الفائز معنا في مسابقة عدستي واللي موضوعها عن العلم العماني؟ من الفائز أو من الفائزة؟ الآن نجري الفرز مرة أخرى أصدقائي، شكلها عكاستنا مستعجلة. نجري الفرز، يلا يا عكاستنا. هذه عكاستنا تبتسم. عكاستنا ما حابة تطلع الرقم، ليش يا عكاستنا؟ ليش هالمقالب؟ نرجع نشوف مرة أخرى. يلا إن شاء الله تطلع عكاستنا الرقم. ولا نقول نخلي عكاستنا تاخذ راحتها، وبعدها راح نشوف من الفائز معنا ونخليكم تتشوقوا أكثر أصدقائي. صخر. نعم أمجاد. قبل شوي كنا نتكلم عن موضوع المواهب والتقديم وكذا. صحيح. فكنت أحكي لك عن موقف صار في حياتي سابقاً، اللي هو أني أول مرة أقدم في حياتي. كان الموقف أن أول مرة أقدم في حياتي، أحكي لكم أصدقائي، أنه صار أنه توقف، كان في موسيقى فتوقفت، كان احتفال وزاري، كنت صف الخامس تقريباً، فشفت الكل يضحك، فإيش سويت أنا؟ كملت وأجبرت اللي يضحكوا كانوا أن يصفقوا لي في نهاية الاحتفال. فلو كان مثلا شخص آخر كان توقف عن التقديم وكره شيء اسمه تقديم، ولكن بالنسبة لي يعني قدمت، والآن أصدقائي تشوفوني على الشاشة معاكم وأقدم في برنامج عكاسة. فدائما أنصحكم أصدقائي، إذا كان عندكم طموح لا تخافوا من الفشل، أكملوا وإن شاء الله تحققوا أهدافكم وطموحاتكم. نشوف عكاستنا الحين تفرز لنا الرقم. يا عكاسة يا عكاسة، من بتعكس يا عكاسة؟ خلونا نشوف على الشاشة. يلا يا عكاستنا بلا مقالب، من الفائز معنا في مسابقة عدستي؟ ألف ألف مبروك لصاحب الرقم 93-31-85-90 93-31-85-90. نبارك لصاحب الرقم 50 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. نشوف الفائز معك يا صقر. نعم، إذا نبارك لصديقتنا الفائزة غالية بنت سعيد بن علي الحجري. غالية بنت سعيد بن علي الحجري، ألف مبروك، حصلتي يا صديقتنا غالية على مبلغ وقدره 50 ريال عماني، وأنت نجمة مسابقة عدستي لليوم. جاهزة الصورة يا جماعة ولا لا؟ جاهزة، خلونا نشوف صورة صديقتنا غالية على الشاشة. جميلة الصورة، رائعة للغاية، أحييك عليها، عجبتني الصورة جدا جدا جدا، مميزة، حلو صورة الإيد مع الطفلة. إذا يا أمجاد ويا صديقتنا غالية نقول لك ألف مبروك، حصلتي على مبلغ 50 ريال عماني مقدم من تلفزيون سلطنة عمان. وأصدقائي الأحبة، بعد ما شفنا فائزنا في مسابقة عدستي، خلونا الحين نطلع على فاصل ومن بعد راجعين، ابقوا معنا فلدينا الكثير. أوه صح، نسينا عفوا مشاهدينا استعراض الصور الباقية، ظهرني أنا مستعجل اليوم. خلونا نشوف صور مشاهدينا الآخرين والمشتركين معنا في مسابقة عدستي والصور اللي أرسلوها لنا. عكاستنا عدتك يا صقر. يلا. شكرا اذا لجميع اصدقائنا اللي ارسلوا لنا الصور الجميله والرائعه. اصدقائي الاحبه، الحين خلونا ننتقل الى فرز العكاسه وثلاثه فائزين، والكل فائز مبلغ 100 ريال عماني. خلونا نشوف مع العكاسه والفائز الاول. والكل ينتظر والكل يتمنى رقم يكون هو الرقم الفائز، ونبارك لصاحب الرقم 9945
9-9-1-8-1-1 نكرر الرقم مرة أخرى 9-9-4-5-1-8-1-1 ألف مبروك 100 ريال عماني مقدم من تلفزيون سلطنة عمان. ألف مبروك للفائز الأول، خلونا نشوف الفائز الثاني على الشاشة. يلا يا عكاستنا، من هو صاحب الرقم السعيد والحظ السعيد؟ من الفائز معنا ب 100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان؟ ألف مبروك لصاحب الرقم 9-3-3-8-5-5-8 9-4-3-3-8-5-5-8 ألف ألف مبروك. إذن الفائز الأول والفائز الثاني 100 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. نشوف الفائز الثالث مع صقر. أصدقائي الأحبة، الحين الفائز الثالث واللي راح يحصل على مبلغ 100 ريال عماني أخرى، نبارك له مقدما ونشوف الرقم مع العكاسة. ونبارك لصاحب الرقم 9-6-9-4-9-2-7-6 نكرر الرقم مرة أخرى 9-6-9-4-9-2-7-6 ألف مبروك 100 ريال عماني مقدم من تلفزيون سلطنة عمان. أصدقائي الأحبة، الحين خلونا نستعرض كل الأرقام اللي فازت معنا في فرز العكاسة وعلى الشاشة. إذن أصدقائي ألف مبروك لجميع الفائزين. وموضوع عدستي لليوم الأطفال وهم يقرؤون القرآن، موضوع حلو وموضوع رائع، نتمنى نشوف صور رائعة وإبداعاتكم أصدقائي. انتهت حلقتنا لليوم، استأنسنا معكم، فرحنا، ونقول نراكم غدا في نفس الموعد من الساعة 2:30 ظهرا إلى الساعة 3:30 عصرا، وابتسموا لعكاساتكم تبتسم ذكرياتكم. أصدقائي الأحبة، انتهت حلقتنا لليوم، نلتقيكم في حلقة الغد وإلى اللقاء. يهدينا واضرة رمشنا كي نفهمه، فلننطلق فلنلتقط صورا له، نتخيل الأشياء كيف سترسمه، بخيالنا وعلومنا سنعاصر الإبداع بالحس الرفيع، لنلزم ونطير فوق سحابة المتميزين. ما حلقت